من بغداد معي العميد طيار جبار مصطاف، عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين تابع القوات المشتركة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جبار. الوضع إلى أي درجة مجهز على الأرض لعودة النازحين؟ أهلا وسهلا سيدتي، تحية لك. أهلا وسهلا. الحقيقة إحنا بالنسبة الله بالنسبة للمناطق محافظة نينوى عندنا 17 مخيم، 17 مخيم طبعا. النازحين الرقم الرسمي ما عدا مخيم الهول هو 1,040,500. اخواننا بالنسبه لمخيم الحسن شامي والخازن كانت تحت اداره اقليم كردستان. المخيمات الباقيه كلها مقسمه على ما بين وزاره الهجره والمهجرين والمنظمات الدوليه. المنظمات الدوليه الحقيقه والهجره والمهجرين يعني مسكين الناس من كل احتياجاتهم من مستلزماتهم الاساسيه، لكن صحيح الناس تسمى عندهم اللي عنده بيته طلعوا بدا يدفعون يعني ثلثي اكثر من ثلثي الناس بدات تطلع الى بيوتها وعند الاستقرار والامان بدات تعود. اي عدد نتحدث عنه عاد الى الموصل سيد جبار وفق معلوماتكم؟ نعم العفو ضروري. من عاد للموصل من النازحين سيد جبار؟ وكنا نتحدث في تقريرنا عن بالأمل حتى والمشاركة في إعادة إعمار المدينة بعد التخلص من إرهاب داعش، هل من رقم معين أو حتى تقريبي عمن عاد للموصل؟ سيدتي المتبقي من 1,200,000 حدود أقل من 400,000، أقل من 400، يعني يوميا سيارات الوزارات تقوم بعملية إخراج النازحين إلى دورهم. يعني بحدود 380 الى 400، الباقين في اكثر من 17 مخيم. وهناك طبعا غدا ان شاء الله راح تكون مكتب الامم المتحده، مكتب اعاده الاستقرار لمحافظه نينوى، افتتاح غدا المهرجان للبدء لاعمار واكمال البنى التحتيه لقسم من المناطق. بالنسبه اكو عندنا مناطق مثلا عندنا مناطق الجزيره كانت مناطق الجزيره مناطق خارج نينوى مناطق يعني كانت فيها عمليات، هذا السبب اللي اخر خروجهم هم. الحمد لله والشكر حررت كامل الارض وعندنا جزء بسيط من الساحل الايمن اللي هي دور مهدمه، اكو بدائل لهم في الساحل الايسر و يشغلوها حتى الدور الحكومية اللي موجودة هم بدأ يشغلوها قتل بيها. نعم. وبالنسبة كل هذا بيل هذا رقمي أي واحد ضمن رقم هذا رقمي طبعا. نعم رقم وفقكم نتحدث. نعم. عن تقريبا 400,000 ممن عادوا وذكرت حضرتك. نعم. بعض الجهود. أنا أشكرك جزيلا من بغداد سيادة العميد طيار جبار مصطاف عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين تابعة للقوات المشتركة.